بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وعلى أصحابه وسلم. إزايكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وأحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم إمتى أبتدي أقدم الأكل للسلاحف الفأس، عشان جات لي أسئلة كتير بعد ما نزلت الفيديو بتاع طريقة حمام المية للسلاحف الفأس. فكتير قالوا لي طيب احنا امتى هنأكل السلاحف؟ فده اللي هنقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا بجيب طبق وبحط لها مية، لان المية مهمة جدا جدا جدا، وانا بأكد جدا في مرحلة السلاحف اللي بتبقى لسه طالعة من البيضة بتبقى محتاجة مية بكميات كبيرة، فلازم دايما نوصل لهم طبق فيه مية ويكون المية على طول باستمرار نظيفة. طبعا انا عشان بصور لكم انا بجيبها قدام الكاميرا وبحطها في طبق وزي ما بوري حضراتكم الخطوات، بس انتوا لو عندكم هتحطوا الطبق بتاع المية في البيت بتاعها بحيث تشرب وتغيروا المية باستمرار. هي كل ما تعوز تشرب هتدخل في البيت بتاعها وتشرب، بس نراعي طبعا عشان هيبقى فيه أتربة وحاجات من دي، المية ما تدخلهاش ملوثة. وهرجع وأقول تاني، المية تكون من فلتر ما فيهاش كلور. هي كده خلاص شربت وعايزة تخرج، خلاص مش محتاجة مية تاني. فأنا بجيب منديل وبمسكها كده بالراحة خالص، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طعمة خالص ولذيذة، ربنا يبارك فيها يا رب ويبارك في كل سلاحفنا. وإن شاء الله كل اللي عنده سلاحف بيضة والبيض لسه ما فقس، بإذن الله بإذن الله كل البيض يفقس، وده رزق في الأول وفي الآخر من عند ربنا. ربنا يا رب يبارك للجميع ويراضي الجميع. وبجد السلاحف الفأس اليوناني بجد ممتازين ما شاء الله، شكلهم جميل، شكل الصدفة بتاعتهم بسم الله ما شاء الله. طبعا في سلاحف بتتولد بكيس التغذية، وده انا كنت قلتها لكم في فيديوهات قبل كده، بس حابة اوضح لكم النقطة دي كويس قوي للي اول مرة يشوف القناة بتاعتي. لو السلحفة اللي عندي مولودة بكيس التغذية كده زي ما حضراتكم شايفين، بستنى خالص لغاية ما كيس التغذية ده الجسم كله يمتصه علشان الجسم يستفاد بيه. في الحالة دي لما ببص على البطن وبلاقي البطن كلها بقت قطعة واحدة وكيس التغذية السلحفة امتصته كله، ببتدي اقدم لها الاكل فريش. طيب عندنا دي سلحفة مصري اللي كانت في الصورة قدام حضراتكم دي، اما عندنا السلاحف اليوناني كانت مولودة عندي بالشكل ده. ده طبعا مكان كيس التغذية اللي قدامكم في الصورة، طبعا في فرق خالص في الشكل، شايفين هنا ما شاء الله مليان وكبير جدا، اما هنا ناشف، بس برضو محتاجة السلحفة برضو بطنها تنشف خالص وتقفل الفتحة اللي فيها دي، تقفل زي ما باين في الصورة. كانت الاول فيها فتحة زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورتين، الصورة الاولانية كان فيها لسه بواقي كيس التغذية، اما بعد مع مرور الايام طبعا بيبتدي واحدة واحدة البطن تلم خالص والفتحة دي تلم، وبتصبح البطن كلها قطعة واحدة. في الوقت ده نبتدي نقدم لها اكل فريش. طبعا الجرجير مهم جدا عشان الكالسيوم، والخيار برضو عشان المية اللي فيه، وطبعا بنحط لها كالسيوم مرتين في الأسبوع طبعا مع وجود الشمس، ونراعي ان السلحفة مناعتها قليلة، بتبقى عايزة رعاية اكتر وعايزة اهتمام اكتر. وكمان ما ننساش الجزر، لان الجزر مهم جدا عشان عينين السلحفة. وميزة السلاحف الفأس زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنعودها على التنويع في الاكل، فما بتتعبناش فيما بعد لما بتكبر، بتبقى متعودة تشرب ومتعودة تاكل كل انواع الاكل اللي بنديها لها. فدي ميزة في السلاحف الفأس. اوكي، طبعا ممكن السلاحف تاكل من اول يوم فأس بعد 6 أو 8 ساعات، نبتدي نشربها مية وتاكل كمان في الوقت ده. بس يعني انا بقول لو امتصت كيس التغذية
الأول كله يكون أحسن ليها ولصحتها. وطبعا الاختيار راجع لحضراتكم، يعني لو انتوا عايزين تأكلوها ممكن تاكل في اليوم الفأس زي ما بقول لحضراتكم كده، لو عايزين تبتدوا تقدموا لها أكل فريش طبعا بنقطع الأكل صغير جدا سواء جرجير أو خيار بنبشره أو حتى جزر. الكالسيوم كمان بنحطه ما بنكترش منه، حاجات بسيطة كده. فالسلحفاة بتبتدي تاكل وبتبتدي تشرب وبتبتدي تتحرك زي ما حضراتكم شايفين. كمان نراعي ان احنا ما نحطهاش في الشمس فترة طويلة، فتربيتهم بتبقى سهلة بس مناعتهم بتبقى قليلة، فبيبقوا عايزين اهتمام اكتر وان احنا نراعيهم اكتر وناخد بالنا. وطبعا هرجع واقول تاني، ممنوع منعا باتا ان السلحفة تقع من ايدينا، حد يدوس عليها، حد يخبطها، لان الصدفة بتاعتها ضعيفة وغير السلاحف الكبيرة خالص وغير زقزوق وزقزوق أو زيزي. أنا حتى دايما كنت بقول زيزي شكلها صغير بالنسبة لحجم زقزوق وزقزوقة، بس لما شفت السلحفة الجديدة حسيت قد إن زيزي كبيرة ما شاء الله يعني. فطبعا السلحفة، في برضو جالي سؤال هو احنا لو عايزين نطلع السلحفة الفأس مثلا تبني او مثلا نبيعها من امتى بالظبط؟ مش من قبل سنة، لان قبل كده بجد السلحفة هتتبهدل وممكن لا قدر الله نفقد السلحفة. فهو احسن حاجة بعد سنة بتبقى السلحفة ما شاء الله مناعتها بتبقى اقوى، الصدفة بتاعتها اقوى، كمان بتكون اتعودت على التنويع في الاكل، اتعودت على الكالسيوم، اتعودت على شرب المية. فاحنا لو طلعناها سواء تبني او بعناها او في الوقت ده هنبقى مش قلقانين عليها خالص ولا خايفين. تمام. طبعا يعني بقى بترجع في ناس طبعا بيبقوا مربين السلاحف كمشروع، وده طبعا مش عيب ولا حرام، ما فيش اي مشكلة، ممكن يخرجوها بعد شهر بيبيعوها بعد شهر لان هم عاملينها كباب رزق يعني. بس انا بتكلم عامة لو انتوا مثلا مربين سلاحف عندكم فلازم السلحفة تكون كبرت شوية. والله لو هتدوها لحد امين وعارفين انه فعلا هيراعي ربنا فيها زي ما حضراتكم بتراعوا ربنا، ممكن تديها له يعني برضو بعد شهر تطلعوها تبني او بيع او كده، بس تكونوا متأكدين انه هو هيوفر لها بيئة مناسبة وهيحافظ عليها من اي بهدلة يعني، او من الاطفال ولعب الاطفال بيها وكده. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى بدعوة حلوة كده، واذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. بحبكم في الله، باي باي.